كان في الوقت المناسب لإمام عاشور، يعني الجول ده كان في توقيته وكنت محتاجه قوي. جون الزمالك. جون الزمالك، احكي لي شويه عن جون الزمالك في نهائي الكاس، كانت فرحتك طاغيه. طبعا يا كابتن انا كنت مبسوط جدا، لان بص يا كابتن الواحد بيحب يلعب الماتشات دي قوي يا كابتن. الماتشات الكبيره. بيحب يلعبها قوي، اجواء بتبقى اجواء مختلفه جدا. فان انا اجيب جون في وقت زي ده، كان يمكن في اخر في الدقيقه 85 او نعم. حاجه زي كده. بص يا كابتن، كنت نازل الماتش انا كنت مركز ان انا هطلع كسبان، مركز تطلع كسبان. وان انا هعمل اللي عليا، عشان كده الحمد لله انا ربنا كافئني في الاخر بجون واسيست الحمد لله. مظبوط. فانا وقت الجون يعني انا يمكن من قليل قوي ان انا اخش جوه السكس يارد يا كابتن، من قليل. من قليل يعني قليل. انا دايما بحب اخد من على الطرف زي ايوه جون صح. العين كده، نعم من على اليمين على الشمال. نعم تعالى يمكن كده انا رحت، نشوف. هي وعمر الكرة اما كمال اتبصت لهاني لهاني. انا بصيت يا كابتن على قفشه، انا عرفت ان هاني هيبص لقفشه، انا وقفت عرفت. نفسي سنه يا كابتن ورجعت ايوه وعرفت ان صح، قفشه برافو هيلعبها عليك. لي في الوقت اللي زي ده. طبعا هي جت في عصبة فيها رجلك. توفيق كبير طبعا من عند ربنا، جت في نعم. قصبه رجلي، جت في الشنكار الحمد لله، يعني ربنا كرمني بالجون ده. ساعة الراية تسلل وساعة لا انتظار الفار، أظن دول كان خدنا دقيقة أو دقيقتين ساعتها. لا طبعا انا مر عليك إزاي؟ كنت كانت اعصابي ما كانش فيها اعصاب خالص. فعلا. وكان ساعتها كهربا وقف جنبي وحسين قالوا بس ان حسين شاء قاعد الله يقول لك جون. إنها جون. حسين جالي وبعد كده طلع على الخط بره قبل ما تتحسب، كان في فيديو لقيته جاي جاري يا كابتن، جه من ظهري جاري والحكم بيحسب، فاستغربت. انا بصيت بعد الماتش قلت له ايه ده. خلينا في خلينا لا في الجول الاول، جون الزمالك الاول كويس. ف هو اللي بشرك قبلها. لا انا ما شفتوش، هو كان واقف في ظهري، فانا شفتها بعد الماتش يا كابتن، شفتها بعد الماتش، كان كنت شفتها في فيديو كده. فانا سالته قلت له حسين، هو انت ازاي قبل ما الحكم حسب انت جريت عليا؟ قال لي لا لا، ما انا عرفت، بصيت في قلت له بصيت فين؟ انت واقف معانا في الملعب ازاي يعني؟ فيمكن ده من الجون ده كنت محتاجه جدا في وقت زي ده، والحمد لله ربنا كرمني يعني في الماتش، والحمد لله قدرنا نكسب.